الاصوات الحلوه قليله في مصر، والله احنا عندنا اصوات جميله جدا، بس محتاجه يعني الضوء شويه، محتاجه تتبروز شويه، تتوظف صح، لكن والله عندنا اصوات حلوه. صح استاذ، هو المشكله، بس هو في حاجه انا عايز اقول يعني بالنسبه للموضوع ده، هو المشكله ان المطرب لما بيجي يبتدي يعني حياته الفنيه باغاني مبيبقاش لسه عارف انه يتكيف ازاي مع الساحه، اللون بتاعه ايه، فلازم يكون في يعني ارشادات من ناس بتكون فعلا عايزه تصنع نجم بجد، أكيد. تكون وفيه ليه بجد، تكون تقول له صناعه النجم. احنا ما عندناش للامانه، يعني ما عندناش للاسف احنا في العالم كله موجود الا في مصر. يعني احنا افتقدنا طبعا الحته دي جدا جدا، وانا ففي اصوات كتير فعلا يعني جميله جدا بتطوف في الزحمه، لكن اصوات حلوه ما بتاخدش هو يمكن بس الشيء الجميل تامر دلوقتي الحركه في موضوع الاغاني، برامج اللي بتكتشف الاصوات الحلوه او المواهب، يمكن دي عملت شويه ثراء، ابتدت تطلع لينا حلو اصوات حلوه كتير. بس بعدين بقى يعني هو يعني جت متاخره شويه. المشكله في الاستمراريه. بعد كده المشكله في الاستمراريه، بعد ما يطلع تقصدي ممكن نكتشف، لازم يبقى في استمرار، يعني لازم يبقى في تبني بقى الصوت، ولازم اوظفه كويس، ولازم اغنيه كويسه كده يعني. طيب تامر، يعني بما انك كده من العشاق لفريد الاطرش، هو كان ليه مقدمه شهيره جدا بتاعه الربيع على العود، دي صعبه لو سمعتنا جزء منها؟ هي للاسف مش محضرين، او للاسف مش محضرينها للاسف دلوقتي يعني. فعلا كانت طبعا من الحاجات الجميله جدا طبعا اللي بعشقها، بس للاسف احنا يمكن مش بتبقى محتاجه تحضير. محتاجه طبعا. طبعا. طيب هتسمعنا ايه؟ هسمعكم اغنيه ثلاث سلامات. طبعا يعني اتمنى يا رب انها تعجبكم بادائي، طبعا انديل الغناء كله، مش اتمنى تعجبكم، اتمنى تعجبكم بادائي يعني ان شاء الله. عليك ما
يا تامر. تامر لو حبينا نبعت بمناسبة السنة الجديدة ثلاث سلامات تهنئة لرموز فنية كبيرة، تبعت الثلاث سلامات لمين؟ أو ناس فنية يعني رموز فنية أثرت فيك أنت بشكل شخصي؟ وطبعا يعني طبعا أنا أول حاجة طبعا عشان إنه لسه يعني متوفي حديثا أستاذ عمار الشريعي، موسيقار كبير عمار الشريعي والفنانة الكبيرة وردة من رموز الفن اللي احنا يعني رحلوا عنا في 2012 طبعا فطبعا كان يعني خساره فنيه كبيره جدا طبعا، فدول بهدلهم ان هم فعلا رحلوا عننا في العام ده، فانا يعني بقول لهم بجد ان احنا هنفتقدكم جدا، ونتمنى يا رب ان شاء الله ان يسيبتوا فراغ كبير، ونتمنى بجد بجد ان الفراغ ده يعني ما يطولش يعني، لان فعلا بجد هو فراغ فظيع وكبير، لان حتى احنا كلنا حتى يعني حزين جدا طبعا على فرقهم، وربنا يا رب يصبرنا لان هم فعلا بجد رموز جامده قوي. اكيد طبعا. اميره يعني مش ممكن، انا بنفتكر ذكرى الفنانه الكبيره ورده الحقيقه يعني احنا قلوبنا كلنا كانت متعلقه بيها وبصوتها، فتيمونا كده ممكن تسمعينا حاجه للسيده ورده؟ طبعا الله يرحمهم طبعا جميعا يا رب. ممكن اقول لولا الملامة. لولا الملامة. عايز تقول ايه؟ اتفضل. تامر عمار الشريعي والناس اللي ماتت الكبيره دي. احنا عندنا مشكله في مصر، يعني يا ريت ليها امنيه العام الجديد. ايه؟ ان يكون عندنا كذا مهرجان للموسيقى العربيه. حضرتك احنا بلد ثقافه وفن وحضاره. عندنا مهرجان واحد اللي هو مهرجان الموسيقى العربيه اللي هي بتقدمه دار الاوبرا مشكوره، مش كفايه. في ناس عايزه فعلا تطلع، وفي ناس عايزه تظهر وموهوبه بجد وكده. بنضم صوتنا لصوتك يا ريت يعني. ياريت طبعا نتمنى، بس كل ده برضو مرتبط بالحاله الاستقرار والامن يعني بعد كده. واكيد يعني ان شاء الله في انتعاشه قريبه ان شاء الله.